قوم فين ما كنتم واحلفونا خد بطرهم تسلموا من كل سوء حربوا على كل جبهة يا نموت علشان ترابها يا نعيش راسنا لفوق. تميز بالشعر السياسي السلس، تأثر بالسمسمية وأغانيها، فأخرج أحلى الكلمات لمصر والمصريين. إنه الشاعر عبد الله حسن الذي قام بتأليف العديد من الأشعار في حب مصر، وتسبب في بكاء الكثيرين حينما قال: لما جيت أكتب عن أمي قلت عنها شيء لهمي. علمتني حاجات كتيرة بالسنين مش بالدراسة، بالوراثة اللي علم فيها علم برضو فيا، اللي ما قالتوش أمي ليا شيء تعبني، ليها رب وعن رضاها حيحاسبني. فالشاعر من مواليد مدينة طنطا بمحافظة الغربية عام 1985، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة طنطا. بدأ ظهوره الإعلامي في عام 2012، وتميز وقتها بالشعر السياسي الجريء والمحايد الذي يعبر عن غالبية الشعب المصري، ويصف الشخصية المصرية بالتزامن مع الأحداث التي مرت بها البلاد. اسألوا نفسك في إيه؟ يقول لهم نفسه ابقى ظابط. ايوه كان باين عليه نفسه يخدم مصر يفديها بروحه. كان يلم عيال صحابه قوام يروحوا بعد ما ياخدوا العيديه يشتري له بندقيه، يصحفوا على الارض قال يعني يحارب، يكبروا الاولاد وتكبر في القضيه. يسالوه نفسك في ايه؟ يقول لهم نفسه ابقى ظابط. حصل على العديد من التكريمات من الجيش المصري والشرطة المصرية، وتم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة، أهمها كانت عن قصيدة احترامي في عيد الشرطة عام 2015. احترامي للعيون السهرة في حضن البلاد، للإيدين اللي تطبطب على الولاد، هو أخويا اللي ما سابش المعركة، اللي عمره ما كل أبدا واشتكى، اللي متحمل جراحه الدموع من قلبه قد تحضن سلاحه بس عمره ما يوم بكى. وقصيدة صباح النصر في ذكرى انتصارات أكتوبر. إسراء سعد، الحياة اليوم.